وعيونكم ما نمل وعيونكم وعيونكم ما نمل. معنا اتصال. ألو. وحكيك مطر صيف، حكيك مطر صيف، وردك تمر ضيف، وتسكت لي يا حجون، ردك تمر ضيف. الله الله الله، صوت جميل، كل جميل، رائع. آلاء الشمري، مو أجمل من صوتك وصوت المرحوم فؤاد سالم. لا لا، صوت جميل جدا بصراحة، وأديتيه بحرقة يعني وألم أيضا. تحياتنا ألم. تحياتنا تحياتنا. بعد رئيس هذا حامد هو نور الإذاعة اليوم. شلونك؟ شرفنا بشوفتك ومعرفتك. سلم عليك. أشكرك على الإطراء الجميل الرائع. أشكرك. شكرا. الله يسلمك أستاذ. حابة أسألك كم سؤال إذا ماكو زحمة. لا لا تفضلي تفضلي. أوب ستوب 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 ستوب. هوب 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 على قولتك هوب. شلون وصلتينا؟ شلون جيتي اليوم؟ شو راسا خلاص ليش وصلتي؟ اليوم جيت بتوك توك. اول الباسكل ماتي بنشك. تحياتنا له. اسالي هسه. اسالي لك شلونك؟ هلا يلا اسالي. اسالي استاذ فلاح، شنو سر حبك للفنان فؤاد سالم؟ طبعا احنا كلنا نحبه، بس انت يعني عندي معلومه عنك انه انت يعني توصل لحد انه عيونك تدمع من محبته، ودا اشوفك هواي متاثر وحافظ كل اغانيه. انا طبعا سؤال كلش يعني محترم جدا بحق هذا الفنان الراحل. أني طبعاً الحد القبر معاه، يعني من نزلوني القبر أنا كنت موجود، وبالمختصر مالته برحيله الله يرحمه. الله يرحمه. فبكائي كان مو على الغربة اللي عاشه مرغم يعني عليها، رغماً علي عاشه، ولا الآلام والمطاردات والملاحقات كلها ما بكتني. شون هو وما بكت أي محب إلا طبعاً، مو بس أني، هواي محبين كانوا للراحل فؤاد سالم. أني لحظة بكائي هي دائماً أتذكرها من بالمختصر، إنه ماكو مكان بجسمه ما بي ثقب أبرة أو كانولة، كل جسمه من أسفل قدمي إلى رأسه، وآخر شيء يعني قلبه، ولو هو هذا شيء محزن ما يصير أحكي بهذا البرنامج، بس خلي الجمهور يعرف أنه هذا الفنان قد عانى. نعم. سنتين وشهر تقريب طريح الفراش في بيته بسوريا، وفاقد النطق والحركة. هاي السنتين هي اللي ختم بها فؤاد سالم حياته. فلحظة رؤياي أو نظرتي إليه هو يعني مسجى ميت يعني رحمه الله، هاي تبكيني دائما في أي أغنية أسمعها، أي أغنية إلي أسمعها تبكيني. هاي من الوفاء والمحبة الزايدة والله، يعني ما أرشف لك مشاعرها كلش حلوة، أكناس تنسى يعني. صحيح. الست العزيزة طبعا فؤاد سالم، هوية وطن، هوية شعب، هوية فنان الشعب، وطن عربي. نعم. كبير إلى معجبين خارج. نعم. العراق وداخل. نعم. العراق. نعم. فؤاد سالم ترك لنا كنز، يعني أنا دائما أؤكد عليه باللقاءات، أغنى من البترول العراق. الله. كنوز ترك فؤاد سالم، مشكورة مو بدينا محلها العيون. هاي الأغنية اللي غنيتيها هسه الرائعة الجميلة حكيك مطر صيف، هاي أغاني الغربة المهجر يعني، أما نعم. أغاني داخل العراق حدثي ولا يعني بالحلاوة والجمالية اللي ترك فؤاد سالم، يعني فلتة زمن ما تتكرر أعتقد، ما يجي فنان يعني وسم وطن مثل ما وسم الوطن فؤاد سالم، وسم نصفين، نصف داخل العراق من عاش بلد العراق، والنصف الآخر الغربة اللي يسا كل العراقيين بالمنفى بالبلدان الغربة يعني عشقوا فؤاد سالم أكثر من ما كانوا هم مغتربين، لأن مصداقية وصدق الأغنية اللي غناها فؤاد سالم. نعم. ولا زالت الأجيال الحديثة تستمع له، يعني ما ناسي ولا محافظين أغانية، بالعكس الجيل الجديد هم يعني حتى الآن يسمع أغانية. إيه طبعا، لأن موضوع ست العزيزة يعني كان النصوص يختاروها بأدبية النص. نعم نعم أستاذ حامد. نعم. أدبية النص كان الركيزة. نعم. الأساسية. نعم. لنيمومة الأغنية. نعم. وتخليد الأغنية يخلدها الزمن النص. نعم. ثانيا عطاء الرباني بالصوت، فؤاد سالم صوته يعني شطر
ونخرج من المدرسة الغزالية من صوت سفير الغزالي. نعم المدرسة الغزالية الله. هو امتداد الناظم الغزالي يعني إيه. هم كانوا ثلاث فنانين، الراحل صلاح عبد الغفور الله يرحمه، والراحل عباس البصري، وايضا فؤاد سالم الله يرحمه، ذول المدرسه الغزاليه امتداد لناظم الغزالي. حاليا ما انشطر من عندهم ناظم شكر، لا زال بعقوبهم على خطى ناظم الغزالي. نعم. وانا مع ناظم شكر على خطى فؤاد سالم، فانا نعتبر احنا المدرسه الرائعه الجميله عربيا وعالميا المدرسه الغزاليه. هذا السر هو اللي كمل حلاوه صوت واجتهاد هذا الفنان العراقي الكبير فؤاد سالم. نعم استاذ، بما انه انت يعني تملك هاي الصوت والخامه الحلوه، هم انا غنيت اغاني خاصه بك او لحنت نفسك لو ما عندك هاي القدرات بالتلحين يعني؟ لا، هو العزف على العود معناته التلحين، خاصه اذا يعني الانسان اذا اجتهد بعزف على اله مسيره العمر الطويله. انا بالاخير لحنت، يعني المسيره اللي مريت بها اعزف واغني في شارع الثقافة المتنبي والقشلة دجلة الخير، جمهوري صار واسع هناك، فقمت أنا يعني نايم نومة الاعتيادية وأقعد يصطنع يخرج من عندي لحن. فأكثر ميلي صار الأغاني الحماسية، عندي ألحان حماسية بالأخير غنيت يعني وطنية هواية بحب الوطن، وعندي أغاني هم من ألحاني هي إلي، وعندي أغنية كنا نتمنى أنا وأمل خضير نغنيها بدارة فنون موسيقية من كنت أداوم وهي كانت يمي، فما قدر ما عدنا ذيك الإمكانية أنه نسجلها. كل شي تغير بيك وبي الله، حتى البسمة والحنية، وما صار كل اللي صار لو إحنا مفكرين شوية يعني. تغني أمل مقطع تبدي طبعا هي تبدي بالمقطع الأول، وأنا أبدي بالموال أمل مامل وظل سنين أتأمل، أمل تدرين يحلى العشق لو طول، ويلي كل على أمل، أمل وقليبي الحبات ما فد يوم عنك يتبدل. أي. هي ترجع تقول أنت لوحدك وأنا لوحدي والإحساس اللي عندك عندي. الله، فتشي يعني حلو، كلمات ملون كلش حلوة طبعا، كلمات شاعر الراحل لطيف الراشد اتمن على القصيدة يمي، وهي صير أنا وياها أغنية دويوتي عنوني أنا وياها، بس بدارة فنون كانت تعرفين مؤسساتنا الفنية ما وراء الاحتلال ما شاء الله ما اشتغلوا. أنا متابعتك على اليوتيوب، إيش عجب ما تنزل هاي الأغاني بالقناة؟ مع القنوات مشكور أستاذ حامد يعني عرفكم بي يعني مشكور هو والكادر مال البرنامج خلال المتنبي يعني عرفوك، واني شفت نعم القناه تابعتك وشفت نعم يعني غناءه كلش حلو. اي نعم. طبعا انا يعني الوسام اللي اخذته هو انتم جمهوري، انا يعني سعيد ان خابرتيني على البرنامج استاذ حامد، ما شاء الله اول امراه او بنت يعني تحاكيني بالبرنامج. انا صديق بالبرنامج الدائم يعني رحله عمر أشر... يعني أي. من اشد المعجبين بي طبعا، برنامج يعني رائع، يستضيف اي شخص، يستضيف الاشخاص الراقين الطيبين. نعم طبعا استاذ حامد غني عن التعريف، هو مو ملك نفسه، ملك وطن، وهذا الوطن لازم نوسمه بجميع اختصاصاتنا، فنان، اديب، صحفي، مذيع اعلامي، شاعر، ممثل، لازم يعني امرا علينا احنا بارواحنا نوسم تسلم هذا الوطن. تسلم تسلم، نوسم فنيتنا. المهم يعني بقيت اني هذا البرنامج لقاء يعني كلش انا فرحت من التقى بي استاذ حامد بالبرنامج، انه الجمهور خلي يعرف امتدادات عمالقته الكبار. نعم. ناظم الغزالي امتداد لمحمد قابانشي الله يرحمه، مطرب العراق الاول. نعم. اجى فؤاد سالم احد المكملين السلسلة. للمدرسه نعم. الغزاليه سلسله واجينا احنا والاجيال تجي ايضا بها الخير نعم. والبركه نعم. والتالق الدائم، شباب ما شاء الله وشابات. هسه كلش فرحت انا من سماع صوتك تغنين اغنيه رائعه لفؤاد سالم، حكيت ما ترسل يعني اتمنى انه وهذا الفضل يقع على عاتق الاعلاميين. استاذ حامد ما غني عن التعريف، يعني بطل، يعني ما حد خطى خطوته مو على مود التقى بيه، لا التقى بعمالقه الفنانين العراقيين الكبار اللي هم اكو هواي تلفزيونات يعني اهلا للقاءات وما التقوا بهم يعني وما ظهرهم للاعلام. نعم يعني مشكور استاذ حامد انه التقى بيه، واني ايضا سعيد اسمع اصواتكم واسئلتكم. شكرا جزيلا استاذ حامد.
استاذ سؤال واخير وطلب. الطلب اريد اغنيه هسه سؤال ولا طلب؟ مقطع من الو سؤال ولا طلب؟ هذا طلب وبعدين وراه سؤال. الطلب شنو؟ الطلب مقطع من اغنيه مشكوره. مشكوره. والسؤال لو اتيح لك الفرصه ان تغني اغنيه حديثه الكلمات بس باجر عالي توافق؟ لو تفضل تغني للمتنبي الاغاني الزمن الجميل والمقام العراقي. أنا ويا الأجور عداوة طبعاً، حرب ضروس. جوابك مبين. اسئلي علي يعني. انتظريني أكون معلومة. يعني أنا بعد شوي راح أسولفها معلومة. ومعلومة يعني راح تنصدمون طبعاً. فد يوم واحد من البرنامج منصة الساعة حامد طبعاً إلك تستاهليها هاي شغلة. وراح أحكيها. قال لي أنت ليش فقر ما تاخذ من عندي؟ الشاور طبعا على صفحه انطاني فلوس وما اخذ مبلغ من المال. هو عراقي مغترب كان مبلغ كبير جدا عن المال، وهم والله على مود اغنيه مشكوره هسه راح اعطيك المقطع من عدا اغني. فقلت له انا مو فقر، امثل فقر الفقر. قلت له امثل فقر الفقر لان مثلا اغني بانتقائك واختيارك، وان شاء الله ربي يوفقك. الله يوفقك ويخليك. صار ان شاء الله نلتقي قريبا بالمتنبي. واضح الله ان شاء الله. انا ترى ما شايفك يعني، ان شاء الله اشوفك يعني عن قريب. فنانه رسامه. رسامه شكرا. اذا رقي الانسان اصبح فنان. فنان اكيد. فهذا المقطع ليش ما مشكوره؟ ربي يوفقك. مشكوره. تحياتي للمخرج جهاد وتحياتي لكل هذا الرحله. واحنا بنقول لك مشكوره. مع السلامه. شكرا. مشكوره باباتي.